لكن انا بشوف ان ماتش الارجنتين كان ممكن يبقى افضل من كده لو كانت اللمسه الاخيره. يعني احمد ياسر جات له كذا كوره، رمضان برضو، رمضان لعيب كويس جدا وبيعمل بالكوره حاجات كتير، ولكن مشكله رمضان تظل هي الفينش. بيوصل للجون عايز برضو يا يرقص يا بيشوط، مشكله رمضان الفينش. يعني لو كان الفينش بتاعه افضل من كده اعتقد ان احنا كنا نقدر نخلص المباراه. صلاح محسن برضو بشوف ان هو مهاجم كويس زي ما قلت لحضرتك، لو لعب في حته راس الحربه هتفرق كتير. طاهر محمد طاهر بيقوم بالدور الدفاعي بشكل كويس جدا. ما ينفعش ننسى اكرم توفيق. اكرم توفيق ده حاله كده، حاله لوحده، هو حاله حتى في الفيديوهات اللي بيعملها حاله، يعني في كل حاجه في الملعب وبره الملعب. على فكره ده. اكرم توفيق ليه رقم ان هو ثالث اكتر لاعب في الاولمبياد عامل مراوغات ناجحه، الاول سالم الدوسري من السعوديه، والثاني لاعب استرالي، والثالث اكرم توفيق. فاكرم توفيق واحد من بصراحه هو يعني يعتبر حاليا من احسن الارتكاز في مصر. يعني حاليا بشوف ان هو اعلى من لعيبه كتير جدا. كمان ده بيدينا مثال ان انت ازاي لما انت تبقى قاعد على الدكه ما تيأس. اكرم توفيق ده شوفه كان فين في بدايه الموسم، وكان سعد سمير حكى لي قصه اتفرجتوا على حلقه لما قال ان هو كان بيفكر ان هو يعني زعلان قبل مباراه نهضه البركان وعيط في السوبر الافريقي، قاعد يعيط يعني عايز العب. ما هو يعني عارف اللي هو نفسي العب، قال له اصبر. ودور كباتن الفريق سعد سمير وعلى فكره مباراه نهضه البركان دي كانت من قريب، يعني مثلا مش من بعيد، لا ده هو ده من بعد مباراه جنوب بعد مباراه سان داون. يعني التحول اللي حصل ده، التحول اللي حصل لاكرم توفيق في مسيرته من اللي هو كان قاعد احتياطي وكان دكه وكده، وفجاه بقى اساسي، بقى بنقول مثلا لا في ايه يا احمد، لا انت بتتكلم وفي مركز في مركز مالوش اي علاقه بيه، مش بتاعه مالوش اي علاقه. احنا بنتكلم فول باك مالوش اي علاقه بالهاف ديفندر. بتتكلم في توظيف مختلف، في اسلوب مختلف، في ركض مختلف. دي يعني الاحصائيه اللي هي اللي هو ثالث اكتر لاعب في البطوله عامل مراوغات ناجحه. ايوه سالم الدوسري من السعوديه 6، دانيال من استراليا وده الجناح اليمين عامل 6 برضو، واكرم توفيق عامل 5. ايوه وداني اولمو 5 اللي هو اللعيب الاسباني الحريف طبعا عامل 5. فوجود اكرم توفيق في القائمه دي دليل ان هو لعيب عنده حته المراوغات الناجحه، بيستعيد الكره الثانيه بشكل كويس جدا، بيلعب بروح وقلب رهيب جدا. معدل قطع الكرات بتاعه بسم الله ما شاء الله عليه، معدل جري والورك ريت بتاعه رهيب. في يعني مش مجرد ان هو بيستخلص بفاول، لا ده بيستخلص بحرفنه، بيعمل التاكلينج حتى نضج. زمان كان اكرم توفيق في بدايته بيعمل فاولات كتير قوي، صح. دلوقتي نضج، عقل تطور شويه، تطور بشكل كبير جدا. تحس ان هو من كتر اللعب ومن كتر التمرين في النادي الاهلي برضه بيديك خبرات، يعني بتتمرن مع لعيبه كبار. مرحله بصراحه اكرم توفيق بسم الله ما شاء الله عليه. يعني